السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. هنشوف مع بعض في الفيديو ده، وهنعمل مع بعض في الفيديو ده ان شاء الله طريقة عمل سماد الخميرة. سماد الخميرة ده بيتعمل بالعسل او بالسكر، مفيش فيه اي مشكلة خالص، وهنوضح الجزئية دي بعد ان شاء الله، بعد ما نوضح الخطوات بالظبط والمقادير وطريقة العمل بالتفصيل. هنوضح الجزئية بتاعت الفرق بين استخدام العسل كمحلول سكري او استخدام السكر كمحلول سكري. في الحالتين هو محلول سكري مغذي للبكتيريا، فالموضوع مش هيكون فرق كتير ان شاء الله. هنتكلم فيها بعد الخطوات. اول حاجة هنحتاجها، احنا هنحتاج خميرة عادية اللي هي الخميرة البيرة. هنحتاج تقريبا من 50 ل 70 جرام خميرة، حاجة قد اللي موجودة معانا في الفيديو دي كده. وهنحتاج عسل اسود، العسل الاسود اللي موجود في البيت عادي مفيش فيه اي مشكلة خالص، ده موجود في كل بيت. احنا هنحتاج بس لتحضير لتر واحد من سماد الخميرة او من المحلول المغذي اللي هو عبارة عن خميرة. هنحتاج من 15 ل 20 سنتي او ملي زي ما تسميه. وهنحتاج ميه تكون ميه سخنه، ميه سخنه مش ميه مغليه، ميه بس تكون سخنه، يعني تكون عند درجه حراره 40 مثلا، عند درجه حراره 40 اللي هي تكون ادفى من درجه حراره الجسم، حاجات بسيطه ما تكونش واصله لدرجه الغليان يعني، وما تكونش ميه بارده عشان البكتيريا تنمو بشكل صحيح وتكمل دورة حياتها او العمليات الحيوية اللازمة لإخراج الاحماض الامينية والاكسينات ومنظمات النمو اللي هي الهدف من سماد الخميرة بالعسل، اللي هي الاحماض الامينية والاكسينات ومنظمات النمو بشكل عام. نحتاج الدورق، وهنملى الدورق ده مية، هنحط لتر المية ده في الدورق، وبعد كده بنحط الخميره في الدورق. ما الخميره بنحطها في الميه ونقلب كويس جدا عشان نضمن ذوبان الخميره بشكل كافي او بشكل كامل في الميه او في الوسط اللي معانا. بعد كده هنضيف عليها ال 15 سنتي عسل اسود، 15 سنتي او 15 مللي زي ما قلنا، الموضوع مش فارق كتير، ممكن تستخدم سرنجه وهتحدد بيها الموضوع ده بكل سهوله، هم 15 سنتي باستخدام السرنجه. احنا خلاص حطينا الخميرة في المية وقلبناها كويس، هنضيف العسل وبرضه هنقلب كويس جدا عشان يكون في مزج للمحلول بالكامل. خلاص العسل بقى دايب في الوسط بالكامل بشكل كافي، وكمان الخميرة بقت دايبة في الوسط برضه بشكل كافي. دور العسل في عملية سماد الخميرة دي ان هو بيكون محلول مغذي للبكتيريا، ده المحلول السكري المغذي اللي البكتيريا دي بتتغذى عليه عشان تقدر بقى هي البكتيريا دي تكمل دورة حياتها زي ما قلنا، سواء تتكاثر او دورة نموها هي بشكل خاص يعني. فلازم يكون في محلول سكري تقدر تتغذى عليه عشان تكمل العمليات الحيوية المهمة لحياتها، وعشان تقدر بعد كده تنتج الاحماض الامينية ومنظمات النمو زي ما قلنا، اللي هي الهدف، اللي هي دي الهدف من سماد الخميرة في الاساس. هو ده الهدف، ان احنا بنعمل سماد الخميرة ده عشان ناخد احماض امينية وعشان كمان منظمات النمو. اما كعناصر سمادية للنبات زي النيتروجين فوسفور بوتاسيوم عناصر صغرى، الكلام ده كله كل ده مش موجود خالص في الخميرة والعسل اطلاقا يعني. اي حد يقول غير كده فهو كلام مش صح ومش منطقي. هي ما فيهاش اي عناصر سماديه بالنسبه للنبات، ما فيهاش عناصر غذائيه للنبات، انما هي فيها احماض امينيه، والاحماض الامينيه مهمه للنبات، وفيها منظمات نمو، منظمات النمو برضو مهمه للنبات. طبعا في محاذير على استخدامها، لكن مش هنتكلم في الجزئيه دي تحديدا في الفيديو ده خالص، احنا مش هنتكلم عن المحاذير، احنا بس هنا هنستعرض الطريقه والفوائد وايه اللي بيعمله سماد الخميره بالعسل او بالسكر. الموضوع مش فارق، هما الاتنين زي بعض بالظبط. بعد ما خلطناهم كويس في الدورق، بنبدأ بعد كده نفضيهم في ازازة. الازازة دي طبعا احنا عاملين محلول سمادي حجمه لتر، فالازازة اللي هنستخدمها عشان نحفظ فيها المحلول لمدة ال 12 ساعة اللي هيتجهز فيهم او يتحضر فيهم، بنستخدمها لسهولة بس ان احنا نقدر نحتفظ بيها. اما لو مش محتاج ازازه، ممكن ما تستخدمش ازازه خالص، وتحط الدرع في مكان ما يكونش واصل له اشعه شمس مباشره، وفي مكان يكون ضل ودرجه حرارته عاديه بدرجه حراره الغرفه، ما فيش فيه اي مشكله. بعد ما نفضي المحلول من الدرع للازازه، هنقفل الازازه كويس وهنرجها، هنرج الازازه كويس جدا. وبعد الرج لازم نفتح الازازه، لان البكتيريا دي اثناء حياتها او اثناء نموها واثناء تكاثرها واثناء
بينتج عنها تنفس. البكتيريا كائن حي بيتنفس فبيخرج غاز ثاني اكسيد الكربون. فلو قفلنا الازازه بشكل محكم، غاز ثاني اكسيد الكربون ده هيخرج من الوسط، هيخرج للفراغ اللي موجود في الازازه، هتبدا الازازه نفسها تتنفخ. ولو قفلنا الازازه بشكل محكم ممكن الازازه تنفجر. فالافضل ان الازازه لازم تكون مفتوحه عشان تخرج غاز ثاني اكسيد الكربون اللي هو زياده عن سعه الازازه نفسها. بس هنقلب بقى خلال الفتره اللي هي ال 12 ساعه ولا 24 ساعه اللي هو اليوم، على ما يكون المحلول جاهز للاستخدام. لازم نراعي ان احنا كل فترة نقلب، لازم يكون في تقليب كويس. طبعا لو بنعمل كمية اكبر او في حجم اكبر لازم نستخدم جهاز اكسجين او جهاز هواء بتاع حواض السمك، ده بيكون افضل. لكن احنا هنا الموضوع بسيط وصغير، فنراعي ان احنا نقلبها باستمرار عشان يوصل اكسجين للوسط او للمية او للمحلول بتاع الخميرة عشان تقدر تتنفس وتكمل دورة حياتها كويس، لأن هي لازم لها أكسجين عشان تتنفس وتقوم بالعمليات الحيوية اللازمة لحياتها أو لنموها يعني. بعد كده بيكون المحلول معانا بالشكل ده كده بالظبط، مفيش فيه أي مشكلة. زي ما قلنا بتسيبه 12 ساعة وبعد كده تقدر تستخدمه سواء ري، سواء مع مية الري بالنسبة للنباتات المنزلية، سواء نباتات زينة أو نباتات مثمرة أو نباتات منزلية، أيا كانت نوع النباتات المنزلية تقدر تستخدمه عليها بكل أمان ومفيش فيه أي مشكلة خالص. سواء هتستخدمه استخدام أرضي أو تسميد ورقي، الموضوع مفيش فيه أي مشكلة. أما بالنسبة للعسل أو السكر، الاتنين واحد وتقدر تستخدم الاتنين، سواء استخدمت عسل أو سكر أو ملاس أو فيناس، تقدر في كل الأحوال تقدر تستخدم سماد الخميرة، سواء رش ورقي او تسميد ارضي، مفيش اي مشكلة ومفيش اي ضرر سواء استخدمته كده او ارضي او ورقي. وبرضو مفيش اي مشكلة لو استخدمت العسل او الخميرة، العسل او السكر او اي محلول سكري ايا كان كمادة مغذية. وده باختصار طريقة تحضير سماد الخميرة بالعسل او الخميرة بالسكر زي ما تحب، بالنسبة لتحضيرها في البيت لاستخدامها للنباتات المنزلية فقط. احنا في الفيديو ده ما بنتكلمش على استخدامها للمزارع، سواء مزارع فاكهة او محاصيل حقلية او محاصيل حبوب، احنا ما بنتكلمش على الجزئية دي خالص في الفيديو ده. احنا بس بنتكلم على استخدام سماد الخميرة او المحلول المغذي باستخدام الخميرة والعسل او الخميرة والسكر كمحلول مغذي للنباتات المنزلية فقط، سواء نباتات زينة او مثمرة. ان شاء الله هنتكلم على استخدامه في استخدام تجاري او على المزارع الواسعة في فيديوهات جاية بإذن الله، وهنتكلم على المحاذير استخدامه وايه فوائده واضراره. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت تقولوا لنا رأيكم في كومنت. شكرا.